لم يمنع الحصار الذي فرضته قوات النظام آلاف البحرانيين من التوافد إلى بلدة الديه، مسقط رأس الشهيد الشاب جعفر صادق الدرازي الذي قضى في مجمع السلمانية بعد تعرضه للتعذيب الشديد والصعق بالكهرباء في مراكز التحقيق بعد اختطافه من قبل قوات النظام في سبتمبر الماضي. وسيتم دفن الشهيد ظهر اليوم الجمعة إلى جانب شهداء بلدة الديه في مقبرة الإمام. الإعلام الرسمي وشبه الرسمي في البحرين عمد إلى تغطية الحقيقة ملمحا بأن سبب الوفاة كان مرض السكلر، غير أن سجل الشهيد الصحي يثبت عكس ذلك، حيث أن إصابته لم تكن خطيرة وأنه لم يكن بحاجة لرعاية صحية خاصة. المعارضة الشعبية أكدت وفاءها للشهيد وتمسكها بنهج المقاومة ليلة البارحة من خلال المسيرات الحاشدة التي ملأت شوارع البحرين واستمرت حتى ساعات متأخرة من الليل رغم القمع الشديد الذي تعرضت له من قبل قوات النظام. في هذه الأثناء تتضاءل احتمالات نجاة الشاب عبد العزيز العبار والذي أصيب في منطقة الرأس برصاص قوات النظام الإنشطاري أثناء مشاركته في مسيرة مناهضة للنظام في بلدة السنابس الأسبوع الماضي. وبحسب أقارب العبار فإنه قد دخل في غيبوبة إثر نزيف داخلي في المخ.